رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. هذه هي أيها الإخوة والأخوات الحلقة 23 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وحلقة اليوم مع حلقة الغد مهمة جدا إن شاء الله تعالى، لأنها تمثل جزءا مهما من الحياة. عنوان الحلقة: قواعد مهمة في احتواء المشاكل الزوجية. قواعد مهمة في احتواء المشاكل الزوجية. لا بد في الزواج من خصام. لا تصدق أن زواجا بدون مشاكل ما ممكن، لا عقلا ولا واقعا. هناك مشاكل في كل بيت، هناك خصومة تقع في كل بيت، قليلة أو كثيرة، متكررة أو متقطعة، متوالية أو غير متوالية، المهم هناك مشاكل. وكان عنوان الحلقة قواعد مهمة في احتواء المشاكل وليس في إلغاء المشاكل، إذ لا توجد طريقة لإلغاء المشاكل، لكن توجد طرق كثيرة للإحاطة والاحتواء بهذه المشاكل. اعلموا أيها الإخوة أن المشاكل سنة طبيعية في الحياة، لأنها ناشئة عن الاختلاف، والاختلاف بين العباد سنة إلهية، ومحال أن ينتهي الاختلاف في الأرض. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم. الاختلاف لا يزال قائما في الأرض، ومن هذا الباب لا يخلو بيت من مشكلة أو أكثر أو أقل، تتكرر أو لا تتكرر. ثم إن الاختلاف وإن المشاكل تعطي جمالية للحياة، يعني المشاكل ليست دائما شرا، هناك جمالية. ليست الحياة جميلة إذا كانت رتيبة دائما، إذا كان هناك مشكلة مرة ووئام مرة، صلح مرة وخصام مرة، تتنوع هذه الحياة، هناك الأبيض وهناك الأسود، هناك الضيق وهناك السعة، هناك العسر وهناك اليسر، المهم تبقى الحياة متحركة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، بذاته النبيلة الشريفة العلية، حدثت مشاكل بينه وبين زوجاته الكريمات. سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حدثت مشاكل بينه وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة. مرة اختصم سيدنا علي مع السيدة فاطمة رضي الله عنها وعنهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزور صهره، يزور ابنته في بيتهما، فوجد فاطمة مغضبة ولم يجد عليا في البيت. قال: يا فاطمة، أين زوجك؟ أين ابن عمك؟ قالت: اختصمنا، فخرج من الدار إلى المسجد. خرج علي من داره على إثر مشكلة. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العم، عم العريس، عم الزوج، ذهب يبحث عن صهره، عن علي بن أبي طالب، بحث فوجده في المسجد، والوقت وقت ظهيرة، وعلي قد استلقى لينام في طرف من أطراف المسجد، وقد جاء هواء وريح وسفى الريح
وسفى الرمال والتراب على لحيته وعلى طرف ثوب سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. فاقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح يمسح بيده الشريفة على لحية علي وعلى ثياب علي ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، في كنية يريد أن يوادده بها. المشاكل واقعة حتى في بيت النبوة تقع، حتى في بيت الصحابة تقع، حتى في بيت العلماء تقع، حتى في بيت الجهلاء تقع، حتى في بيت الأغنياء تقع، حتى في بيوت الفقراء تقع. كل الناس عندهم مشاكل، والمشكلة ليست في المشكلة، المشكلة في طريقة التعامل مع المشكلة. من الممكن أن تحدث مشكلة فيتصارع ويتقاتل الزوجان، ربما يشد شعرها وربما تدفعه وربما يدفعها، ربما تنزف دما من فمها إذ دفعها دفعة قوية، وربما تصرخ صراخا تجمع عليه الجيران. هذا طريقة في تأزيم المشكلة وليس في حلها ولا في إحاطتها. وهناك قواعد تساعدك أن تتعامل مع المشكلة بطريقة أخرى. بحث اليوم وبحث الحلقة القادمة إن شاء الله مهم جدا، وأنا أتمنى على كل شاب وعلى كل فتاة أن يسجل هذه النقاط، لأنها مهمة وتشكل جزءا مهما في حياته. ولا يليق بشاب أن يذهب نحو الزواج دون أن يكون مستوعبا لهذه النقاط وهذه القواعد، ولا يليق بفتاة أن تمضي نحو الزواج دون أن تتدرب وتتربى على هذه القواعد. القاعدة الأولى في احتواء المشاكل الزوجية: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. يا أيها الإخوة، قلوب العباد كلها بيد الله تعالى، قلب زوجتك بيد الله، قلب زوجك بيد الله تعالى. والله لئن تدخلت على الله، لئن وقفت بين يدي الله، لئن سجدت في ليلة ليلاء لحضرة الله تعالى، لئن صليت ركعتين قبل الفجر، لئن قلت: يا رب إن زوجي قلبه بيدك، أرجوك قلب قلبه نحو وئامي ونحو حبي ونحو الميل إلي، أرجوك علمني كيف أتعامل معه، والله إن رب العالمين لن يردك ولن يخذلك. أما وإنك بعيدة عن حضرة الله تعالى، فنحن نخشى أن يكون الله تعالى يعاقبك بسوء خلق زوجك، يعاقبك بسوء خلق زوجتك. إذ سياط الأقدار ماضية، فقوم تسرع لهم هذه السياط وقوم تؤخر لهم هذه السياط. وقد قال الصالحون: العباد ثلاثة، قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، الله ينعم عليهم مرة ومرة ومرة، يغدق عليهم السعادة والخير والصحة والعافية والمال والثراء وبحبوحة وصلاح أولاد، فيستحيون من الله ويقولون: والله لا بد أن نطيعه وأن نشكره وأن ننضبط بأوامره. العباد ثلاثة، قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، امتحنهم. أحياناً الله عز وجل إذا لم تفهم عليه بالنعم ربما سلط عليك زوجة شديدة، ربما سلط عليك زوجاً شديداً يريد منك أن تقومي بين يدي الله تعالى وأن تعودي تراجعي نفسك بماذا أخطأت مع الله تعالى. قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران، والعياذ بالله تعالى. فيا أيتها الأخت ويا أيها الأخو، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه، من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله همه من أمر الدنيا والآخرة، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. أول قاعدة لاحتواء المشاكل الزوجية:
إصلاح ما بينك وبين الله تعالى. القاعدة الثانية: اعلم أن المشاكل الزوجية ليست شراً كلها، فلا تكن يئوساً ولا تكن قنوطاً ولا تكن متذمراً، المشاكل الزوجية ليست شراً كلها. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. أتدرون عن حادثة الإفك ما أخبارها؟ حادثة الإفك حادثة تزلزل كيان الإنسان، لكن حادثة الإفك التي جرت في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زلزلت كيان المجتمع الإسلامي، وكانت من الممكن أن تودي بكثير من عمل الخير باتجاه غير طريقه. حادثة الإفك أشيع عن السيدة عائشة رضي الله عنها الطاهرة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشيع عنها أنها ارتكبت الفاحشة. ومع من؟ مع واحد من الصحابة الكرام. لما أنزل الله تعالى براءة سيدتنا عائشة الصديقة الطاهرة في القرآن الكريم، قرآناً يتلى في الدنيا ويتلى في الآخرة ويتلى في الجنة، قال الله تعالى: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. حادثة الإفك هذه الشديدة، أصعب شيء تؤذى به المرأة شرفها وعفتها. ومن عائشة أمنا أم المؤمنين؟ الله قال: لا تحسبوه شراً لكم، هذا الحدث ليس شر بل هو خير لكم. المشاكل الزوجية ليست شراً كلها، فربما كان الخير نابعاً من داخل هذه المشاكل. لقد قالوا في فوائد المشاكل الزوجية، ما فوائدها؟ قالوا مثلاً: تكفير الذنوب، الله يكفر عنك ذنوبك. أليست لك ذنوب؟ أتحب أن تحاسب عليها في الآخرة؟ أتحب أن تعاقب عليها في الآخرة؟ أتحب أن تجر إلى عذاب في الآخرة؟ المشاكل الزوجية تكفر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. هذه الهموم في المشاكل الزوجية، هذه البلايا في المشاكل الزوجية، هذا التعب من المشاكل الزوجية يكفر ذنوبك وذنوب أهل بيتك. من فوائد المشاكل الزوجية مضاعفة الأجور، الله عز وجل يضاعف لك أجرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربعة: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة رسول الله، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، والرابعة تعرفون من؟ إنها زوجة أسوأ رجل على هذه الأرض، آسية زوجة فرعون. من أسوأ زوج على هذه الكرة الأرضية؟ فرعون. زوجته سيدة نساء أهل الجنة، لما؟ لأنها تحملت هذا السيء، وبالكلمة العامية هذا الغليظ، وهذا الإنسان الشديد الذي تمادى في كبره وسوءه حتى ادعى الربوبية. بل إن الله تعالى ضرب بها مثلاً عن نساء أهل الجنة المؤمنات، وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. المشاكل الزوجية ليست شراً كلها بل فيها خير، تدريه أو لا تدريه. نتابع بعض فوائد المشاكل الزوجية ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن نقاط مهمة في احتواء المشاكل الزوجية. كانت النقطة الأولى: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. النقطة الثانية: المشاكل الزوجية ليست شراً كلها. من فوائد المشاكل الزوجية أنها تذكرك بحقيقة الحياة الدنيا. أحياناً
لو صفت لك كل الأمور في الدنيا لأحببت أن تبقى جالسا فيها ولا تغادر إلى دار نعيمها أكبر بكثير من هذا النعيم. حقيقة الدنيا أنها فيها السواد والبياض، فيها التعب وفيها الراحة، أما الآخرة فهي التي فيها الراحة التي لا تعب بعدها، والتي فيها الصحة التي لا مرض بعدها، والتي فيها الشباب الذي لا هرم بعده. الدنيا طبعت على كدر، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متلمس في الماء جذوة نار. مستحيل أن تروق لك الدنيا دائماً، فالمشاكل الزوجية تذكرك بحقيقة الدنيا. ثم من فوائد المشاكل الزوجية أنها تؤدي إلى التقارب الزوجي. في المثل العامي يقولون لا تأخذ صاحب إلا من بعد خناقة. ربما أنت ابتعدت عن زوجتك بمشكلة، لكنكما بعد أن تصافيتما وتصالحتما ازداد الحب بينكما، وازداد الترابط بينكما، وازداد فهمكما على بعضكما البعض. ثم اعلم أنه بعد كل محنة منحة، وبعد كل بلية عطية، وبعد كل شدة شدة. كل مشكلة تحدث معك فتحيط بها أنت وأهل بيتك، اعلم بأن الله تعالى سيعطيك منحة بعد هذه المحنة. هذه هي النقطة الثانية في احتواء المشاكل الزوجية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا للرجال وللنساء. إذا حدثت بينك وبين زوجك مشكلة فلا تلجأ إلى سبعة أمور. سبعة أمور اضربوا عليها الآن، لا تفكر بها أبداً إذا حدثت بينك وبين أهلك مشكلة. أولها لا تلجأ إلى الطلاق، لأن الطلاق هروب وليس حلاً للمشكلة. إذا كنت رجلاً فحل المشكلة وأنت فيها، إذا كنت رجلاً فكن في وسط المعمعة واستمر في حياتك. أما أن تطلق فأنت ما حللت المشكلة لكنك هربت منها، ولو كنت رجلاً لبقيت صامداً. إذا كنت فتاة عاقلة واعية لك عقل راجح وحصيف لا تطلب الطلاق. إذا طلبت الطلاق فقد هربت من المشكلة. لو كنت شجاعة، لو كنت حصيفة، لو كنت ذكية لاستطعت أن تحل المشكلة وأنت داخل بيت الزوجية. إذا حدثت مشكلة لا تلجأ إلى الطلاق، ولا تلجأ اثنين إلى الدعاء بالهلاك. بعض النساء إذا صارت مشكلة بينه وبين زوجها مباشرة، الله يخلصني منكم، إن شاء الله بيكون يومي قريب، بدي أخذ لي شوية علبة دواء اكرعها كلها مشان تخلصوا مني. لا تدعو على نفسك بالهلاك، ولا تدعو على نفسك أنت بالهلاك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، ولكن ليقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. ولعلك إن دعوت على نفسك بالهلاك أو دعوت على نفسك بالهلاك أن تدعي على نفسك بالهلاك في كل يوم، إذ في كل يوم يوجد مشاكل، في كل يوم يوجد منغصات. أفي كل مرة ستقولين إن شاء الله بموت وإن شاء الله بخلص منكم؟ ثم اعلمي أنك لن تموتي حتى يأذن الله، واعلم أنك لن تموت حتى يأذن الله. أما الدعاء بالهلاك فهذا أيضا هروب من المشكلة. لا تلجأ إلى التهديد بالزوجة الثانية في المشكلة. يقول سأتزوج عليك، لا تفعل يا أخي، لا تفعل. إن كنت كاذبا فهذه مشكلة، لن تتزوج وتقول أنا سأتزوج فقد كذبت، وإن كنت صادقا فقد وترت المشكلة أكثر، وهذه الزوجة التي كانت ماضية نحو الفهم عليك أو الفهم عليها ستقول بما أنه سيتزوج طيب حب فرجيك نجوم الظهر إن شاء الله تعالى، طول بالك بس شوي. لا تلجأ إلى التهديد بالزوجة الثانية. لا تلجأ إلى الضرب والسب واللعن. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط أبدا. أليس لك فيه أسوة؟ لو كنت كالنبي صلى الله عليه وسلم افعل فعله،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. كيف تشتم زوجتك؟ هذه أم أولادك. كيف تشتم أباها؟ كيف تتحدث عن عائلتها؟ هؤلاء أقاربك، هؤلاء أجداد أولادك، كيف تشتمهم؟ كيف تسبهم؟ وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا، لا يطعن بأحد ولا يلعن أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثت بينك وبين أهل بيتك مشكلة، لا تلجأ إلى الضرب ولا إلى السب ولا إلى اللعن. لا تلجأ خامسا إلى الهجر وترك المنزل. إياك أن تخرج من بيتك في أثناء المشكلة، وإياك أن تخرجي إلى بيت أهلك، إياك أن تجمعي متاعك في حقيبة وتمضين إلى دار أبيك أو أمك. أكبر خطأ تفعلينه، ابقي في البيت، حلوا مشكلتكم وأنتم في البيت، وأنت ابقى في بيتك. من الممكن أن تذهب إلى غرفة أخرى، من الممكن أن تخرج إلى البرندة، من الممكن أن تذهب إلى الصلاة وتعود، لكن لا تخرج إلى بيت أهلك لتخبر أباك وأمك بما جرى داخل البيت. وأنت لا ترفعي سماعة الهاتف لتبكي أمام أمك وتقول: يا أمي هكذا فعل، هكذا قال، هكذا ذهب، هكذا عاد، هكذا أمه اتصلت بي وقالت لي. لا تترك المنزل. عندما تختصم أنت وزوجتك، الخصومة تكون بين اثنين، لكن إذا أدخلت أمك وأباك وأدخلت أمها وأباها، صارت المشكلة بين ستة. وكم من مرة دعينا أيها الإخوة إلى إصلاح بين زوجين، ووالله لقد قال الزوج: أنا سأتنازل عن الخطأ الذي أخطأت وأريدها أن تعود. وقالت الفتاة: وأنا أريد زوجي وسأعود إلى البيت، لكن أباها لم يرضى. ووالله كم من مرة قال الأب: أنا لن أعيد ابنتي. والبنت تبكي أمام أبيها تقول: يا أبي خلص أريد أن أعود، انتهت المشكلة. يقول: لن ترجعي إلي. لذلك لا تدخل أباك في المشكلة ولا أمك، وأنت لا تدخلي أباك ولا أمك ولا غريبا عنكما في المشاكل. لا تلجأ إلى الخروج من البيت، لا تلجأ إلى الانصراف من البيت وتوزيع المشكلة على الجوار وعلى الأهل والأقارب. الآن النقطة السادسة: لا تلجأ إلى إدخال الأولاد في المشكلة. بعض الآباء يصرخ بزوجته أمام الأولاد. طيب هذا ابنها، كيف سيحترمها بعد صراخك؟ بعض الآباء ربما دفع زوجته أمام الأولاد. طيب هذه البنت كيف ستحترم أمها؟ من أكبر الأخطاء أن تصرخ في وجه زوجتك أمام الأولاد. من أكبر الأخطاء أن تقولي لأولادك: أبوكم سيء، أبوكم ليس جيدا، أبوكم شرير. هذا الولد الذي يسمع بأذنه أن أمه تقول أبوكم شرير، ماذا سيقع في قلبه نحو أبيه؟ ستكون هناك غصة شديدة في قلبه، وربما بعض الأولاد من عاطفته الشديدة لا يتحمل فيذهب من البيت، يخرج ولا يعود، ويقول: هذا بيت يتشاجر فيه الأب والأم، أنا لا أريد أن أكون منهم. وحدثت مرة والعياذ بالله أن زوجة أوغرت صدر ولدها تجاه أبيه، مما دعا هذا الولد غير المرضي أن يقع في عقوق شديد تجاه والده، دفع والده دفعة قوية أسقطه بها على درج البناء. أهكذا تريدين أن يتعامل ابن مع أبيه؟ واعلمي إنه إن دفع أباه اليوم فسيدفعك غدا، لأنك لست أكرم عليه من أبيه. إياك أن تدخل الأولاد في المشكلة، حلوا المشكلة بينكما في غرفتكما الخاصة أو في حال غياب الأولاد. أما الصراخ أمام الأبناء، أما الشجار أمام الأبناء، فيؤذي الأولاد ويؤذي الأب ويؤذي الأم. آخر أمر لا تدخل به إذا تعرضت إلى مشكلة: لا تلجأ إلى السحر والشعوذة. وهذه مصيبة في هذه الأيام خاصة عند النساء، وسامحوني أيتها الأخوات، تلجأ إحداكن إلى امرأة شريرة تأخذ لها شيئا من أثر زوجها لتقول لها: اصنعي لي سحر الحب حتى يحبني زوجي أرجوك.
تأخذ إحداكن شيئا من آثار زوجها لتقول لها اصنعي لي سحرا حتى لا يرى في الدنيا امرأة جميلة غيري. أخلاقك أفضل سحر تسحرين به الزوج، كلامك الجيد أفضل سحر تسحرين به الزوج، تصرفاتك الحسنة أحسن سحر تسحرين به الزوج. أما هذا الذي تفعلين فهو من كبائر الذنوب. واسمعي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تذهبي لا إلى ساحر ولا إلى مشعوذ ولا إلى قارئة فنجان، ولا تتصلي بالقنوات الفضائية التي تعرض الأبراج لتقولي زوجي برجه كذا وأنا برجي كذا، شاهدوا لماذا نحن نختلف، لماذا نحن نتوافق، لماذا نحن نفعل، لماذا نحن لا نفعل. أنت بتصرفاتك التي تودين بحياتك نحو سعادة أو نحو غير سعادة. وكذلك بعض الرجال يكتبون بعض الكلمات من سحرة يضعونها في جيوبهم أو يضعون في حقائبهم أو في حقائب أزواجهم أو في بيوتهم في مكان ما، وربما علقوا نعل حصان، وربما علقوا كفاً من الدم، وربما علقوا كلمات وتمائم لا يرضى بها الشرع. إذا أردت أن يتدخل الله تدخلي على الله بطاعته، انضبطي بالشريعة، رب العالمين سيتدخل بالتوفيق بينك وبين زوجك. اقرأي القرآن، اقرأي ما شئت من القرآن الكريم، فإن الله تعالى سيتولاك ويتولى أمر بيتك. أما أن تقرأي تمائم، أما أن تقرأي أو تضعي في جيبك ورقات مقسمة إلى مربعات مكتوب فيها أرقام وأحرف، فاعلمي أن هذا نوع من أنواع السحر، والسحر وعده العلماء من كبائر الذنوب. إذا حدثت معك مشكلة، هذه قاعدة ثالثة، لا تلجأ إلى سبعة أمور: لا إلى طلب الطلاق، ولا إلى الدعاء بالهلاك والموت، ولا إلى التهديد بالزوجة الثانية، ولا إلى الضرب بالسب والسب واللعن، ولا إلى الهجر وترك المنزل، ولا إلى إدخال الأبناء في الخلاف، ولا إلى السحر والشعوذة. هذه نقاط ثلاثة في طرق احتواء المشاكل الزوجية. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتابع نقاطاً أخرى في طرق احتواء المشاكل الزوجية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله. فتاة